لعبت كرة شراب زي الناس عادي. انا من طنطا، من بلد ارياف جنب طنطا، فنجري من نجري. وبعد كده لعبت كنت بلعب عادي في الشارع مع اصحابي، وبعد كده رحت لعبت في بسيون فترة سنتين ولا حاجة، انا عندي 12 سنة. وبعد كده رحت مقاولين طنطا، وربنا كرمني وجيت من مقاولين طنطا لهنا على طول. يعني بيتنا عيلتي زي اي عيلة، يعني والدي الحمد لله، والدتي عايشين، واخويا برضو واختي، عادي عايشين حياتنا عادية طبيعية يعني زي اي ناس. مستوى انا مش عالي قوي، والحمد لله لحد دلوقتي برضو مش عالي قوي وكده احسن. عالي قوي ولا بنكذب؟ لا لا والله عايشين حياتنا بسيطة يعني، مش ما فيش اي حاجة. بس والدي كان مهتم بالموضوع جامد قوي، كان هو اللي دايما معايا. كنت عشان كنت ما كنتش بعرف اسافر وانا عندي 14 سنة، كنت لسه يعني لسه صغير وكده، كان هو دايما بيسافر معايا معظم الوقت. وبعد كده بجد بعد فترة هو قال لي خلاص يعني انت لازم بقى تروح انت لوحدك وكده. كنت بروح اجي كل يوم 4 مرات أو 5 مرات في الاسبوع. كان عندي هدف ان انا ابقى لعيب كبير، بتمنى ان ربنا يكرمني الفترة الجاية واقدر اظهر بشكل احسن من اللي انا فيه دلوقتي. هي بتبقى نقطة ومرحلة جديدة في حياتك انك تروح منتخب اول، حتى لو تجمع واحد، حسب ما انت بتستغلها او حسب ما انت موفق فيها يعني. فالحمد لله كنت موفق فيها يعني. كان حلم عادي كأي حد يلعب في الاهلي او في الزمالك فريق اول، بس هو انا كنت خلاص يعني اللي هو كنت رايح الزمالك. بس في كلام في كلام هو ده اللي عارف، في كلام ان انا كنت رايح الزمالك وكده، بس هو هناك الناس في الزمالك قالوا لا، او قالوا لسه شويه على ما يلعب في الزمالك. فربنا كان اكرم الفتره دي، كان جات لي بازل. بس فانا رحت، اضطريت ان انا اروح بازل. لعيب يبقى محتاج، مش محتاج حاجه غير انه يبقى مهتمين بيه بس من ناحيه النادي ومن ناحيه المنتخب. فالناس بصراحه كانت بتكلمني قبل الجائزه وبعد الجائزه، كلموني باستمرار، والناس مهتمه قوي وبيكرموني. فده حاجه بتبسطني يعني، حاجه بتحسسك انت لعيب كبير يعني. اللعب هناك سريع جدا، واهم حاجه انك تبقى مركز بس في كل الوقت يعني.